هنا على تخوم الجنوب الشرقي للمغرب، أسطورة حية مرزوقة برمال ذهبية، هي شفل الروح وحكاية مروية. سروق الشمس الذهبية يسحر كل عاشق زار، جمالها يفتن الناظر، حديث خلايق وقوام هي. مرحبا بكم مشاهدينا في مدينة مرزوقة، آية من آيات الرحمن، ذرة مكنونة بالكثبان، سبحان مولى العطية. يقولوا أهل التاريخ أن مرزوقة في القديم كانت غابة استوائية قبل ما تحول بيئة صحراوية، فيما بعد ولت نقطة لعبور التجار، واليوم هي قبلة سياحية عالمية بسبب رمالها الساخنة ذات الخصائص العلاجية وأيضا تلالها الرملية اللي تسحر العين والروح. جوهر البدء مشاهدينا من منطقة عرق الشابي، أعلى قمة في هذه الكثبان الرملية تفوق ارتفاعها 700 متر فوق مستوى سطح البحر. ومسك الختام غادي يكون إفطار جميل في خيمة لالا فطو اللي غادي تستضفنا في إفطار رمضاني تقليدي خاص برحال هذه المنطقة. بقاو معنا حتى الآخر. الصحراء سحر خاص والاستمتاع بها كاين طرق ووسائل عديدة، وانا اختاريت الجمل باش نعيش الجولة على أصولها ونتبع خطى زوار المكان القدام اللي شاهد عليهم كل حبة رمل من مرزوقة. ومن هاد الأرض، أرض السافلات، تزادت وترعرعات الملكة الأمازيغية تنهينان أو أم الطوارق كما كتعرف، واللي حكمات ثلث القارة الإفريقية في القرن الخامس الميلادي. المنطقة بقى محافظة على خصوصيتها وهويتها، وغنقربكم ليها أكثر من خلال هذا اللون الموسيقي، نخليكم تستمتعوا. هذا المغرب مازال عليه الحال، نكملوا الجولة ديالنا مستمتعين من المتحف الوطني للسيارات رباعية الدفع، يلا نكتشفوا. كما شفنا التنقل وسط الرمال عنده معداته ووسائله الخاصة، وحتى العيش في الصحراء وفي الخيام عنده شروطه وقواعده، كل حاجة كتصنع في الطبيعة وكتصيب باليد، بدءا بالمسكن اللي هو الخيمه والغطاء والافريشه وحتى اللباس، ووصولا لتامين الاكل. واشهر الاكلات في هذه المنطقه هو الخبز اللي كيتصايب بالرمله اولا المدفونه اللي كطيب فوق الجمر. هذا الشيء كامل غادي نشوفه ونكتشفه مع اختي فطو اللي غادي تستضفنا اليوم في هذا الفطور الرمضاني وسط هذه المنطقه الجميله لصحراء مرزوقه. يلا معايا. لاباس عليك؟ لاباس اختي. رمضان كريم. الله يبارك فيك. مبروك عواشرك. الله يرحم الوالد. العيد تعنان. لاباس عليك. كلشي مزيان. شوفي انا غنزيد كلمات بالشلحه وانت زيدي كلمات بالعربيه ونتلاقاو في الوسط. مرحبا اختي. نتعلموا كلشي. اي مرحبا. الله يحفظك. قولي لي على شي هوا اللي موجوده لنا اليوم في الطو. اي هذه شي هوا مدفونه. المدفونه. اييه. المدفونه كطيب في الجمر. في الجمر اييه. اييه. قولي لي عافاك باش معمره. البصل. اييه. خيزو. اييه. قزبر. اها. الكمون. اييه. اللحم. اييه. ومعدنوس. ومن بعد العطريه ودرتي العجينه الخميره وكل شيء، يعني كما كنعرفوا الخبز العادي ولكن هو معمر باللحم، معمر بالخيزو، بالبصله والمعدنوس والعطريه. اييه بحال هذاك. اييه الله يحفظك. ودابا غادي نطيبوها. اييه ودابا غادي نطيبوها. واخا تسلمي. اييه مرحبا. دابا لالا فطو ملي زدتي فوقها الجمر من الفوق باش تحمر. اي
تحمر النتوسه تحمر مزيان اي من الفوق تحمر ومن لحتي. ومن التحت راه ديجا حطيناها اصلا فوق الحجر ومن الفوق الفاخر اي من الفوق الفاخر من تحت الحجر صافي الله يعطيك الصحه الصحه والراحه مرحبا الله يعطيك الخير الصحه والراحه مرحبا بك تقبل الله لاله فاطمه صيامك شكرا صحه فطورك الله يعطيك الصحه يلا نفرقوا الصيام بعدا بسم الله هذه تيني ياك هي هذيك هي التمر هي التمر بسم الله هاكي تفضلي تانتيا بسم الله بسم الله وهذه المدفونه اللي طيبنا ياك هي هذاك المدفونه تبارك الله دغيا طابت انا كنت كيسحبت لي غتاخذ الوقت بزاف على التمر اي لا لا ماشي بزاف ياك هي وصف دغيا طابت حتى اللحم اللي في وسطها الخضره اللي في وسطها كل شيء طاب على خاطرو طاب زوين اييه دابا لاله فاطمه ندوقوا نشوفوا المدفونه ديالنا كيفاش طقات الصحه والراحه بسم الله الله يعطيك الصحه الصحه والراحه يعطيك الصحه احسن حاجه هي ريحه الفحم اللي كطلع كيفاش طايبه فوق الجمر اييه فوق الجمر وتحت الجمر كتعطي واحد البنه خاصه تبارك الله ما شاء الله عليك الصحه والراحه الله يعطيكم الصحه وهادشي اللي زوين في ان الحاجه كتكون طبيعيه وكطيب فوق الفحم وكيكون المذاق ديالها زوين وفي نفس الوقت صحيه تبارك الله عليكم لالا فاطمه وحنايا كنهضروا اكيد ان الحياه ديال البدو كتخليك انك تكون عندك خبره وكتولف كيفاش ممكن تحافظ مثلا على الاكل لمده طويله احكي لي كيفاش مثلا كتحافظوا مثلا على اللحم على الحليب الخضار الى غير ذلك ايه الحليب كنديرهم في الزيف ايه كتلويوه في الزيف ايه كتلويوه في الزيف باش على وديت الصهد ايه على وديت الصهد والخضر بحال هذاك الحليب نيت والحم كنشرو برا الكديد كيتسمى الكديد ياك من اللي كيبس في السلك ايه وبالنسبه للخبز لاله فاطمه كاين هذا الخبز اللي هو المدفونه وكاين واحد اخر اللي كيطيب في الرمله ياك ايه كيفاش كيدار كيطيب في الرمله واش كيتغطى بها كيفاش كيكون لا في الكوشه كاين الفرن الفرن ديال الكوشه ديال اللي كتكون بالطين وتيطيب في وسطها ايه صافي اذا ما كاينش ديال الرمله اللي كيطيب فيها وكيتدفن فيها غير في الرمله لا غير بحال هذا النيت صافي بحال هذا اللي درنا ديال الجمر وكيتغطى ايوه كيتغطى في الرمله وهذا بحال وبحال هذا تيطيب هكايا مزيان الله يعطيك الصحه الصحه والراحه لاله فاطمه شكرا بزاف على هذا الفطور الزوين خليتينا نعيشوا معك هذه الاجواء الجميله والرائعه مرحبا بكم وذوقتينا المدفونه ديالكم الله يعطيكم الخير الصحه والراحه شكرا على كرم الضيافه لاله يخطيك بارك الله فيك شكرا اميمه الله يبارك فيك مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا وبها انتهت جولتنا الرمضانية لهذا السنة شكرا لكل عائلات اللي صدفتنا وفرحت بنا في بيوتها في كل المناطق الرائعة في بلادنا شكرا لكم أيضا مشاهدينا على وفائكم وعلى تفاعلكم معنا وما تنسوش العطر كيبقى ديما في اليد اللي كتعطي الورد نلقاكم على خير